هنكمل التمرين بتاع الأسبوع الماضي. خدنا كوبي، عايزين نرسم الماسكوت الأفقي. ناخد ده كوبي، وبعدين نعمل له روتيت، وبعدين نعمل الاسقاط. اول حاجه نسقط ايه؟ نسقط القعده. القعده عباره عن ايه؟ عباره عن طول في عرض. فانا بعمل كده برضه، باجي هنا انزل الخط ده كده. الخط ده اللي بيعبر عن ايه؟ المسافه من هنا لغايه هنا. طيب انا عايز بقى العرض. بعدين اجي هنا اعمل ترم. طب القعده دي فيها ايه؟ فيها ميكل برضه عباره عن مستطيل. المستطيل بتاعنا بدا منين؟ اوت لاين، بعدين انزل كده تحت برضه، اخد هنا برضه كده وانزل تحت، لأن المجرى بدأ من أول هنا لغاية هنا، اللي هي دي، لأن الرسمة دي هي دي، أروح جاي هنا إيه؟ عامل ترم، تمام كده؟ تمام. بعد كده أعمل إيه؟ أنا برضه عشان ما أنساش ممكن أحول هذا الخط إلى دوت لاين، ها؟ دوت لاين، خلاص يبقى أنا إيه؟ خلاص منه. بعد كده أعمل إيه؟ في أسطوانة. أسطوانة بدأ منين؟ إيه؟ بدأ من أول هنا لغاية فين؟ برضه هنسحب كده ونشوف بدأ من أول فين لفين. الأسطوانة بدأ من هنا لغاية هنا، في هنا إيه؟ ميجر، بس مش هعمل ميجر دلوقتي، من أول هنا لغاية هنا. فأنا أحددها منين؟ أهي، يبقى هذه الأسطوانة بتاعتي. بعدين اجي اعمل تريم، اشيل الخط ده ده الخط ده، وبرده الخط ايه كده. تمام، عملنا الاسطوانه وعملنا القعر. هنا بقى الويب، بقى الويب ده نعمله ازاي؟ الويب بادئ من اول فين؟ من اول هنا لغايه هنا. بس الويب تعال نشوف بقى مسافته، اهي من هنا لغايه هنا، اهو هي دي. وبعدين نعمل ترم. طب الورب ده بادئ فين؟ الورب ده نهايته هي النقطة دي. أنا جاي هنا أعملها إيه؟ بتقريبا جاية قريبة من هنا. نعملها كده. والتاني برضه كذلك. أهي. ونيجي نعمل ترم برضه، ناخد الجزء ده والجزء ده. بعدين نشيل دي، وبرضه نشيل ايه؟ الزيادات بتاعتي. يبقى احنا كده عملنا الويب. طب الويب ده قطع في الاسطوانه، يبقى لابد ان انا اشيل الجزء ده، اشيل الجزء ده، لان يعتبر الجزء ده كانه مع الاسطوانه واخد دوران، يبقى ايه؟ يتشال ده. يبقى كده تمام. يبقى انا عملت الويب مع الاسطوانه. طيب
تعال بقى هنا نشيل دول. هنا بقى في ايه؟ ده كمان ده في مجرى جوه. بدء منين؟ من اول هنا اهي المجرى نعملها، وهنا اهي، والمجرى دي اهي من هنا نبدا المجرى برضو اهي، والمجرى برضو اهي اجزاء المجرى دي بقى، لان ده اسقاط المجرى. هنيجي نعمل برضو ايه؟ نقطع عشان احصل على المجرى اللي انا اصلا المفروض مش شايف، شايف منها حته بس، شايف منها جزء صغير. الجزء اللي انا شايفه فين اهو، هو المفروض ننزله اهو، شايفين؟ هو ده الجزء الثاني. المجرى دي، المجرى دي كلها هي المجرى دي. يبقى اذا المجرى وانا ماشي وانا ببص من فوق، في جزء هنا هيدار. تعال نشوف كده، نيجي نعمل ده كده، من ده كده نشيل ده، نشيل ده، نشيل ده. تعال نشوف بقى الجزء ايه. طبعا المجرى قلنا بدأ لغاية تحت، فلازم انا امد ايه؟ امد الخط ده كده، امد الخط ده برضه ده كمان، وزي ما قلت ان المجرى دي، دي مجرى، المجرى دي فتحة، والنقطة دي موجودة فين؟ موجودة هنا. يبقى لازم أنا أقطع إيه؟ أقطع دي ودي شيء، دي كمان شيء، وبرضه نفس الحكاية هنا، أشيل الجزء ده والجزء ده وأشيل دي، تمام؟ طيب الجزء ده في جزء منه ظاهر وفي جزء إيه منه مش ظاهر. يعني المجرى دي كلها ظهر، بس ظهر من هنا لغايه هنا، لان دي دايره. يبقى اذا نعمل الدايره الاول اهو، اهو نمشي كده 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 لغايه ما نوصل لمين؟ دي الدايره بتاعتي اسوان، ودي برضو ايه؟ هنيجي نعمل ترم، اشيل الاجزاء ايه واشيل ده برضو، لو ده واشيل ده واوصله تاني. ليه انا بوصله تاني؟ عشان افرق بين خط المتقطع وخط ايه؟ المستمر. الخط المتقطع اللي هو ده الاسطوانه، طبعا في منها جزء باين، باين لما جيت قطعته مفيش الكلام. طيب الجزء ده بقى في هنا جزء، طبعا دي مجرى ماشيه، والمجرى الماشيه دي من اول هنا لغايه هنا يعتبر دوت لاين، دوت لاين. نبص كده باذن نعمل هنا تريم، وبعدين اوصل ده بده، اوصل ده بده، اوصل ده بده، واحول ده الى دوت لاين،
وبعد يقول ليه حروف الديكلاين؟ لان اصلا المجر بدا من هنا لغايه هنا، فالمجر ده اصلا مش باين، وبرضه من هنا مش باين. فازاي ايه يبان في هذا الوقت ده؟ طبعا ما ننساش السنتر لاين اللي انا بعمله، والحاجات دي بنسيبها ايه لغايه دلوقتي. عايزين نعمل قطاع. القطاع ناخد نسختين كده، نسخه كده من دي كده، وبعدين اخدها جنبي. عشان نيجي نعمل قطاع احول الخط متقاطع خط مستقيم. تعبقني نحوله كده، يبقى ناخد ده، ناخد الفرشه دي واخد ده كده، ثم احول ده واحول ده برضو واحول ده، خلاص. وبعدين اعمل تريم واشيل الجزء ده. يبقى انا عايز اقطع، يبقى هقطع ده بس. طب انا عشان نيجي نقطع، طب القطاع جاي ازاي اصلا؟ جاي القطاع جاي اصلا زي ما هو موجود في المساله، ان انا بقطع كده اتجاه ده. يعني لو انا حولته كاتنج لاين، او في كاتنج هنا، في قطع هنا، القطع هنا هيبان ايه هنا؟ قطاع. يعني لما اجي اقطع هنا وابص بهذا الاتجاه لازم يبان لي هنا تعشير. انا هشرب فين بقى؟ بص كده. يبقى نيجي برضو ايه؟ نيجي بقى ايه الهاتشنج، وبعدين نهشر. نهشر ازاي بقى؟ اهو يبقى ده تعشير، وبعدين اضغط على الزرار ده، وبعدين اختار انسي، وبعدين ده، وبعدين واحد مثلا اهو مكتوب واحد، وبعدين اد بيج بوينت اختار ده، انتر، وابص بريفيو طبعا تمام، بقول انتر خلاص. دلوقتي لو بصينا كده هتلاقي شيء غريب. ايه الغريب هنا؟ الله يقول لك الله، طب ليه ما قطعناش دي؟ وهنا ليه ما هشرناش هنا؟ يا ابني هنا انت شايف هنا ايه؟ هنا في فراغ هواء. هل الهواء بيتقطع؟ لا طبعا. لو انا جيت قطعت هنا كان كل ده ممكن يتهش، لكن انا جيت هنا قطعت في المنطقه دي اللي انا ماشي كده، ده هنا في ايه؟ في جزء سوليد، وهنا جزء فراغ، وهنا سوليد، وهنا جزء فراغ، ولذلك ايه؟ يبان هنا ايه؟ هنا ايه؟ فراغ، وهنا برضه فراغ، وهنا فراغ. طب عايزين بقى نقطع بقى في الايه؟ في السايد فيو. يعني عايزين نقطع برضه نحصل على قطاع سايد فيو. يبقى كأن بقطع كده قطاع كامل هنا عشان يبان ايه؟ يبان السايد فيو. برضه يبقى القطاع مار من هنا لهنا، يعني كأن بالظبط بحول الخط ده، حوله هنا بقى كأن عايز قطاع. ممكن اضغط على دي كده وامده كده، واقطع على دي برضه هنا وامده، وكأن اقطع كده يبان لي ايه هنا. طيب هنعمل ايه بقى؟ تحويل خط متقطع لخط مستمر. انا جاي هنا بالفرشه دي، وبعدين المس الخط بتاعنا، وبعدين ملامس ايه الاجزاء، وبعدين ده كمان. طب ايه تاني؟ تاني ان في جزء وانا بنقطع هنا هو مش مر بالقاعده كلها، بالقاعده كلها، يبقى الجزء ده يتشال. يبقى انا لازم ايه؟ اشيل ايه؟ الجزء ده. واحد يقول لا ده ويب واتقطع. الويب اتقطع ليه؟ لان في فراغ، فالويب اتقطع. لكن لو كانش في فراغ كان الويب مش هتقطع، لان معنى ان انا اقطع في الويب والويب سوليد ليس له معنى. لكن لو انا قطعت وهناك فراغ او ثقب او جزء لابد ان انا ابينه، يبقى لابد ان ويب ايه؟ طيب بعد كده هنيجي في اجزاء ما ننساهاش. الله، ده هنا في جزء
عباره عن الويب ده كله في جزء كده ده لازم اشيله، يبقى اعمل تريم واشيل هذا الجزء. يبقى كده عملت ايه؟ استكملت كل الاجزاء. طب انا عايز اقطع بقى باسلوب اخر، ممكن انا اجي هنا اخفي اللي هو الكاتنج لاين ده، واخفي السنتر لاين بتاعي، السنتر لاين بس. يبقى انا اقطع فين؟ في المربع ده والمربع ده والايه والجزء ده، بس بسيطه جدا. مره جايه هنا برضو هاتش، هو نفس الاتجاه، اد بيج بوينتس، واختار المربع ده والمربع ده والمساحه دي اهي، انتر، واقول بريفيو، بان تمام القطاع هنا، اقول له ايه انتر. بعد كده اجي بقى ارجع تاني او اطلع مين سنتر لاين والدايمنشن كله. طبعا ده الشكل النهائي. عملنا هنا بقى قلنا السكشن اليفيشن، ده السكشن سايد فيو اي اي، وده عباره عن البلان. وما ننساش هنا طبعا كل مره نكتب ايه سكشن اليفيشن والسكشن سايد فيو، ونكتب البلان.